ينضم إلينا عبر الهاتف أحمد رفعت الكاتب الصحفي حدثنا أكثر عن هذا الموضوع. أهلا بحضرتك يا أستاذ أحمد في هذا الصباح. يعني لو تكلمنا عن الموضوعات اللي سيتم مناقشتها يعني اليوم السبت المقبل في هذا الاجتماع والموجودة على الجدول الزمني، ماذا لديك من تفاصيل؟ صباح الخير أستاذ مرة. صباحك. صباح النور على حضرتك. وطبعا احنا في دعوة رئاسية من 26 أبريل 2022 لإجراء حوار وطني بين كل أطياف العمل العام في مصر، مش العمل السياسي بس، لأن احنا شفنا النقابين من مدعوون، المهنيين، النوادي الرياضية، الأكاديميين، مراكز البحث العلمي، المراكز المتخصصة، شخصيات عامة، وبالتالي كل يعني الطيف السياسي أو الطيف العام في مصر مدعو إلى حوار وطني لمناقشة قضايا الوطن اللي يعني رأيت القيادة السياسية أنه أعبائها أكثر من أن يتحملها فصيل واحد أو قيادة واحدة أو حكومة واحدة، وبالتالي كل مصر مدعوة لمناقشة قضاياها وكل ما يخص يعني قضايا ومصالح واهتمامات وهموم الشعب المصري. نعم. الحمد لله يعني كل الفترة اللي فاتت اللي بدأت من 3 مايو 2023 انجزت على افضل وجه، لدرجه ان احنا في المحاور الثلاثه اللي وزعت عليها قضايا العمل العام في مصر، المحور السياسي، المحور الاقتصادي، المحور المجتمعي، نعم، بكل تفصيله من تفصيلات هذه المحاور وصلنا الى اكثر من 1500 مقترح. عملنا اكثر من 90 جلسه، 74 جلسه عامه، 16 جلسه مغلقه. عندنا اكثر من 2630 متحدث، عندنا يعني أكثر من 65 حزب شاركوا في الاجتماعات، عندنا أكثر من الاجتماعات بقى العامة 347 ساعة عمل، عندنا أكثر من 300 ساعة لكل عضو أو لكل اجتماعات الأمانة العامة. عندنا كل هذه الأرقام، هذه الأوان إن احنا نشوف، لأنه لما تقرر إن كل هذه الاجتماعات، كل هذه المقترحات، كل هذه القضايا اللي بتوصل الى عشرات القضايا في المحاور الثلاثه يجب ان ترفع للحكومه لمناقشتها، ثم ترفع لسياده الرئيس لاقرارها او اقرار ما يستحق التغيير ما لم يتعارض مع دساتير او عمل مؤسسات عامه في المجتمع، زي مثلا ان مجلس النواب لانه من حقه يناقش بعض القضايا او يقرها، ما لم يتعارض مع ده او هذا او ذاك سيقرر سياده الرئيس قراره فيها. آن الاوان ان نشوف ان هذه المقترحات اخذت طريقها الى التنفيذ، ثم أضيف إليها، وده بقى أجمل ما في الموضوع، إنه القيادة السياسية بتتماهى مع الأحداث ومرنة وتستجيب لمطالب الأمة المصرية لما تقرر إنه قضايا الأمن القومي يتم مناقشتها في الحوار الوطني. دي النقطة اللي كنت عايز أسأل حضرتك عليها يا أستاذ أحمد، فكرة إدخال الموضوعات الأمن القومي والسياسة الخارجية ضمن مناقشات في الجلسات الجديدة، طبعا ده في ظل ما يحدث من أوضاع إقليمية وتأثيرها على الداخل المصري. نحن لسنا بمنأى عن العالم، ويعني النقطة المهمة هنا حضرتك شايف الحوار الوطني من خلال الجلسات السابقة وكل ما تم وصل إلى مرحلة النضج، إن هو خلينا نقدر نقول يقدر يناقش ويدي الآراء الموضوعية التي يمكن تنفيذها فيما يتعلق بهذه القضايا الشديدة الحساسية؟ جدا، لأنه أستاذ أسامة حضرتك عارف دايما قضايا الأمن القومي من القضايا والملفات الحساسة جدا، حتى طبعا داخل البرلمان تبقى ليها يعني لجان خاصة بتناقش أحيانا بغير علنية نظر لحساسيتها، أحيانا الميزانيات الخاصة ببعض المؤسسات بتبقى شديدة السرية. النهاردة احنا في موقف محتاج انه كل الامه تكون على قلب رجل واحد، عندنا على حدودنا يعني الشرقيه الموقف متوتر، وفي كل يوم في حدث وكل يوم في ما يربك يعني الشواغل وهموم وعقل المواطن المصري. آن الاوان ان كل الامه ايضا زي ما كانت على يعني عقل رجل واحد بتناقش القضايا السياسيه والاقتصاديه والمجتمعيه بتفصيلاتها وتفرعاتها، كلنا عارفينها، مش عايزين نضيع وقتنا في الموضوع، لكن الآن الأوان أيضا أنها تناقش قضايا أمنها القومي وتكون على قلب رجل واحد. سيادة الرئيس عودنا على الحكاية دي بالمناسبة، يعني أنه بيحتشد بالشعب المصري خلفه في كل القضايا اللي تحتاج احتشاد وتحتاج يعني الرجوع للشعب المصري. شفنا في الأسبوع الأول من الأزمة، حضرتكم فاكرين أستاذ مروة وحضرتك أستاذ باسم، لما حصل احداث 7 اكتوبر ازاي الشعب المصري كان مدعو الى المشاركه والتعبير عن رايه في الموضوع. النهارده ما يمثل الشعب المصري مش بقى
نواب البرلمان فقط ولا حتى الأحزاب السياسية فقط، لكن كل فصائل وأطراف الحوار الوطني مدعوة لمناقشة الموضوع والاحتشاد خلف القيادة السياسية في نفس الملف. بالضبط، يعني هذه الدعوة من جديد، احنا كده يعني واضح ان هو الموضوع يعني مخرجات الحوار الوطني ومدى الاعتماد عليه وأهمية هذا الحوار بتزداد يوما بعد يوم، واعتماد القيادات السياسية والحكومة أيضا عليه وعلى مخرجاته أمر مهم جدا. كل الشكر لحضرتك الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ أحمد رفعت، ألف شكر على وجودك معنا عبر الهاتف.